على اتحاد الجزائر العودة بنتيجة إيجابية من ملعب راكني أمام منافس لم يسبق له وأن انهزم فوق أرضية ميدانه. أمل الأربعاء ورغم نقص الخيارات بالنسبة للمدرب سي طاهر شريف الوزاني بغياب 5 عناصر، أراد أشباله نسيان رحلة العلمة في الجولة الماضية وإسعاد هذه الجماهير بتقديم مباراة جميلة وهو ما كان فوق أرضية الميدان. فرص كثيرة لكنها لم تثمر هدفا بالنسبة للتشكيلتين، والبداية كانت عن طريق حسين حروش الذي لم يحسن التسديد في هذه المحاولة ليرد عليه الربيع مفتاح، غير أن كرته جنبت القائم. فرحات هو الآخر حاول بالتسديد والحارس قرا كان في المكان المناسب، وهو حال المحاولة الثانية من نفس المكان يضيع فرحات للمرة الثانية. فلم فتح ولا فرحات ولا حتى التسديدات القوية لابن موسى أتت بالجديد، فيما كانت آخر محاولة في هذه المرحلة من يوسف مشنقمة وتسديدته وجدت الحارس زماموش. في المرحلة الثانية وبعد مرور أقل من دقيقتين، خطأ في وسط الميدان من مشنقمة، جديات أحسن التمرير وقاسم ينفرد بالحارس قارة الذي ارتكب الخطأ في اعتقاد الحكم عبيد شارف الذي أعلن ضربة جزاء لصالح الاتحاد وبطاقة صفراء للحارس قارة. الإعادة تبين أن الحارس قارة لم يرتكب الخطأ، وحيلة أتت بالثمار من الهداف قاسمي الذي تولى التنفيذ وسجل الهدف الأول والأخير في اللقاء. هدف أعطى الأفضلية للاتحاد الذي كاد يضعف النتيجة بفضل رأسية إبراهيم بدبودة، وكذا تسديدة بن موسى التي لم تمر بعيدا عن إطار المرمى. تغييرات المدرب سي طاهر شريف الوزاني لم تأتي بالجديد، وبقي الحال على حاله رغم صعود المدافع شرفاوي ليصبح كرأس حربة بالنسبة لهجوم الأمل الذي ضيع فرصا كثيرة أمام خبرة الحارس زماموش، لينتهي اللقاء على وقع هدف لصفر لصالح الاتحاد الذي ينفرد بصدارة الترتيب. فريق تاع الأربعة يعني المرتبة اللي راهو فيها ما جاتش صدفة، وين أدى موسم تاع هذا تاع لالي هذا وين أداه مليح منايا، وين راهو يربح في لي ماتش تاعو هنا، سي كيما نقولوا لا بريمير ديفا تاعو هنايا في البليدة هنا في الملعب تاعو، وين كان فاز مانفيس طيف منا يعني خصم عانيد، وين هنا رانا سور لا لونسي هادي وين لي ماتش اللي رانا نربحوا فيه، وحنا رانا نحضروا مقابلة يعني، وإن شاء الله يعني نحافظوا على المركز هذا يا في الجولات المقبله ان شاء الله. جو بونس المقابله كان ضغط كبير، كنا داخلين معولين باش ندوا لي 3 بوان تاعنا، اللعيبه كانوا بريباري مورمون اي فيزيكمون اي تاكتيكمون سو التيران. جو بونس كو اللعبه تاعنا مدوا ليهم داروا مجهود كبير، مالوريزمون اون كومي اون ايرور في كسموه في لا ريكوبيراسيون تاع لا بال تاعنا، موفاز كيما يقولوا كرورونس تاعنا، ومن بعد جات على البينالتي، هذاك البينالتي مشكوك فيها، مي ماغري سا اللعبه تاعنا داروا مجهود كبير سيتو في الشوط الثاني.